تنظر انت نظرا لهذا الخوف عمي الاخضر، انت خائف من المستقبل، خائف من تفكك البلاد على شاكله البلدان الاخرى التي عرفت التفكك قبل الربيع العربي، من حاله مثل حاله السودان مثلا. السودان كان الناس يتفرجون وهي يعني تقسم، وكانهم يشاهدون في فيلم سينمائي. نعم، وكانهم يشاهدون في فيلم سينمائي. الان الرساله، هل يمكن الحفاظ على وحدتنا الشعبية ووحدتنا الترابية في الجزائر في ظل نظام حكم كالنظام القائم؟ هذا سؤال. وهل يمكن أن نغير الوضع القائم بالنخب أو بالجماعات أو بالتيارات أو بالأحزاب الموجودة حاليا؟ وما هي في رأيك أنت آليات هذا التغيير؟ نحافظ به على البلد، ولكن ندخل في الشرعية وندخل في البديل الحقيقي وندخل في تطور اقتصادي وندخل على في الحفاظ على المال العام وندخل في الحريات. يعني كيف ندخل في مؤسسات حقيقية ودولة حقيقية وشرعية حقيقية وفي نفس الوقت نحافظ على كيان البلاد من التفكك ونغير النظام بطريقة سلمية؟ هذه معادلة تبدو ثلاثية صعبة جدا. هذا سؤال مطروح. شوف، لما نتكلم عن المعارضه وهل ممكن التغيير، يبقى امل التغيير ما يكونش بلا نخبه، ما يكونش بلا قياده، ما يحدثش هكذا التغيير. في التاريخ نشوف التغيير لازمه نخبه. احنا شفنا كثير من البلدان اللي تغيروا، ولكن كيف تغيروا؟ هل مثلا شوف ماليزيا ولا شوف كوريا ولا شوف اي دول اللي تعرفهم انت بدات وتقرا عليهم وممكن عندك معلومات خير مني. التغيير يجي بشروط، الشروط هذه غير موصله الان في الجزائر، غير متفصله. هل مثلا ما كانش ستيم بارتي، عندنا زوج احزاب في الجزائر. طبعا كاين في العدد كاين احزاب، يعني عندنا زوج احزاب برك اللي يسطر، واحد عنده لاغريما وواحد مازال ما عندوش. كاين الاداره وثقلها وتاسفها ولي بوفوار تاعها، وكاين لا كوريبسيون بارتي اللي مازال ما عطاولوش لاغريما اوفيسيال. بهذو ما تغيرش. وهل الا تذكر هنا مثلا دور الجيش في السياسه، استمرار دور تدخل الجيش في السياسة تحت أغطية مختلفة، هل يمكن أن نتحدث عنها أيضا؟ الجيش، أنا كي نتحدث عن الجيش، واش حدث في الجيش، واش راح يحدث، مانيش عارف. ويشخصوها الجيش، هو كان مؤسسة ضمن مؤسسات، ولا شكون هو المسؤول؟ يعني الأخطاء موجودة في نظر المحللين والمراقبين، موجودة ومجسدة ونعرفوها. الكوبابل شكون؟ لازم نعينوا الكوبابل شكون، ماشي الناس كل. ماذا تقصد؟ رئيس الجمهورية؟ لا، نقصد المسؤول الأول. المسؤول الأول في البلاد اللي معاه طبعا. ولكن المسؤول الأول في البلاد عمي الأخضر، أنت تعرف أنه غير موجود، وأنتم طلبتم لقاء معه في مجموعة 19 زائد ناقص كذا أو كذا، ولكنه لم يستقبلكم، وقلتم إحنا سنقوم بفعل ما لا أدري ماذا هو، ولكن لم تقوموا بأي شيء. يعني أين هو الرئيس بربك عمي الأخضر؟ أين هو هذا الرئيس؟ يعني حتى باش تحملوا المسؤولية أصبح غير موجود. حتى الجماعة اللي طلبوا باش يشوفوا الرئيس سالت حبرا كثيرا، ومن طرف السياسيين والأحزاب والشخصيات والأخر سالت، وحطوا السؤال هذا وعلقوا عليه، وزارة قدم ومسؤولين وثوار وغير ثوار كذا حطوا. يا مجرد جماعة طلبوا يشوفوا الرئيس، رغم اللي أنهم داروا نقاط زوج وثلاثة يعني كواجهة باش يشوفوا الرئيس، وحتى 80 نائب كانوا ماشيين معها الطرح، هما منتخبين شرعيا. رايح الرئيس يا سيدي ولا رايحين على أمور شخصية مثلا؟ هي فيه نقاط. إذا كانت عمي الأخضر أمور شخصية، فلماذا تكون مبادرة وتعلن على للرأي العام؟ يعني قلت لك دار الواجهة تاع نقاط معينة. ممكن كل واحد فينا عنده حاجة راح يزيدها،
انا الحاجه اللي كنت راح نزيدها اللي حتى لك تاع سوريا تاع نتاع ليبيا تاع كذا. يعني هل الجزائر مثلا انت كنت راح تطرح سؤال هل الجزائر طرف في الحرب على سوريا وليبيا؟ لماذا يعني ما كاش حتى تصريح محتشم نهار اللي جاوا ليبيا ومن بعد نبداو نشتكوا قالها ما حقول القمار ها مش سلاح جبدوه في قمار. انا كنت عارف اللي جاي لنا وعندي مقاله في جريده الشعب عدد 3249 العدد. نعم قلت الان دخلوا ليبيا حذاري من دارفور الجريه حذاري حذاري هام جو. لكن هل انت في تقديرك عمي الاخضر حتى نكون صرحاء انا اعلم انكم انتم المجاهدين وانتم الشخصيات التاريخيه المعروفه تريدون ان تقولوا الحقائق لكن تكرهون الاسئله المحرجه هذا هو الان انتم الا ترون بانه لا يمكن للجزائر ان تستمر في وضع كهذا بمعنى رئيس غير موجود فيه شغور حقيقي لاسباب موضوعيه الرجل مريض هذا العالم كله يشاهد ذلك عمي الاخضر الان لماذا لا يقبل النظام الجزائري لماذا لا يقبل النظام الجزائري هذا القائم بتغيير طبيعي لنذهب الى حلول حقيقيه حفاظا على الجزائر؟ ولهذا انا في جريده الوطن وجهت هذا نفس السؤال وجه السؤال للرئيس يا سيد الرئيس انت نهار اللي بديت مع كبار روح مع كبار نهار اللي بديت مع كبار بديت كي طلع الجبل طلع ديريك كان مع كبار مع بوسوف ومع ومدير ومع غيره ومع بن طوبان مع وعرف زعماء رموز عالميه عرف تشاوسيسكو عرف ياسر عرفات يعني هذا الذين عرفهم هذا الذين عرفهم كلهم ماتوا منذ قرون تقريبا يعني الان حبيتو يروح مع هذوك يعني يخلص النضال تاعو بما له وما عليه بما له عليه ويروح ما يروح صغير هذا هو موجوده في الجريده ونعطيها لك وجهت هذا السؤال قلت الرئيس ما له وما عليه تاريخه راه من وراه كما يقول روح مع الكبار ما تروحش من الصغار ما تطيحش من الصغار نفس السؤال هذا ما حطيته عمي الأخضر بارك الله فيك وأكيد أننا سنعود إليك في يوم من الأيام بأسئلة جريئة أخرى لكن نريد منك إجابات صريحة جريئة ليس لشخصك أو لجماعات في الحكم أو في غير الحكم أو لمصلحة معينة ولكن للجيل الجديد ولمستقبل الجزائر.